بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعي هالأسبوع عنوانه وينكم يا عرب؟ للأسف الكويت ودول الخليج أكثر الدول اللي واقفة مع العرب والمسلمين، وإحنا أكثر الناس اللي نحارب منهم. الكويت والخليج أكثر الدول اللي تساعد القضية الفلسطينية ماديا ومعنويا، وإحنا أكثر الناس اللي نتهم بالخيانة في القضية الفلسطينية. وهذا الكلام ما يبتم من راسي، هذا الكلام موجود وموثق في فيديوهات. عطونا الفيديو الأول. الإمارات استقبلت وزير الثقافة الصهيونية. إحنا بنموت وإخواننا العرب يستقبلوا اللي بيقتلونا. خلاص بعنا فلسطين والشعب الفلسطيني، بعنا القدس، بعنا الأقصى. إحنا اللي بعنا القدس والأقصى؟ والله يا بابا أبوك محافظك كلمتين، وأنا ما بيضيق خلقك وأقول لك من اللي باع القدس والأقصى. الفيديو اللي بعده. ألا يتجدد الربيع العربي في الكويت؟ والله أنت بالذات يا أبو راس مربع، أنت حاط دوبك دوب الكويت والسعودية ودول الخليج. أحب أقول لك إن إحنا إن شاء الله ما يوصلنا الربيع العربي اللي وصل لدول أنت عارفها وعفسها فوق تحت، وإحنا ما عندنا نظام استبدادي، لأن إحنا اللي اخترنا هذه الأسرة الكريمة إنها تحكم دول الخليج برضانا. المسلمين في العالم بيموتوا وانتوا ترقصوا في الشوارع، حتى النسوان بطلوا يخجلوا. يا مسلمين كيف بتحكوا عن حالكم؟ أخوة نصكم يموت والنص الثاني برقص كيكي. وهذه عاد السالفة اللي ما لها سنة. عسانا ما نفرح بشيء معين، بيوم وطني، بإنجاز معين، شبابنا يرقصون على شغلة معينة، قلتوا لنا شلون ترقصون وتستانسون وإخوانكم يقتلون في مدري وين. إذا شو نسوي لك يعني؟ شو نسوي أكثر؟ تبي كل واحد فينا يركب حصانه ويتل سيف البتار ويروح يحرر فلسطين؟ وأحب أختم كلامي وأقول إن مشكلة هذه الدول اللي أنا ذكرتها واللي ما يحبون دول الخليج ترى مو فينا إحنا، مشكلتهم فيهم أهم الخونة. طيب شو الحل؟ الحل إن نسوي اللي علينا وبنفس الوقت نستانس ونعيش حياتنا ونرقص ونفلها ونعيش. إيش رأيك؟ والله عدل كلام. شكرا. إنها الخز الموشى بالذهب وعروس البحر بل تاج العرب.